السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتاريخ 23/6/2024 في حادثة يعني هزت الرأي العام في مصر، والناس مشمئزة جدا من اللي حصل من الخبر دوت. خبر مفزع جدا، إن في قرية في أسيوط اسمها قرية العمامية. القرية ديت تم العثور فيها على طفل، الرقبة والأطراف والساقين مش موجودة، ربنا يرحمه رب العالمين ويغفر له. الطفل عنده 9 سنين واسمه محمد عصام، من قرية الهمامية التابعة بمركز البداري بأسيوط. تم العثور عليه وكشف التحريات بعد تفريغ الكاميرات وأقوال الشهود. تبين إن تم خطف الولد في العيد الكبير، كان بيلعب في الشارع مع أصحابه وتم خطفه، وتم العثور على جثته اليوم بإحدى الزراعات في أسيوط. بعد كده تم بالتحريات تم اكتشاف إن سبب اللي حصل دوت الولد إن هو قرايبه كانوا بيقدموه قربان، وذلك لفتح مقبرة أثرية، وكل ده بسبب يعني إن أحد الشيوخ طلبوا كده، لقوا مقبرة أثرية، فأحد الشيوخ طلبوا إن هم عايزين حد عيل صغير من دم الناس ديت ويحطوه على المقبرة. وطبعا هم خطفوا الطفل وعملوا كده. احنا لا اقدر اقوله، احنا في زمن يعني كبير ربنا سبحانه وتعالى، يعني قصة صعبة جدا وزمن غريب جدا جدا، وحكاية الاثارات اللي الناس عمالة يعني تبحث فيها، ونبش القبور الغريب دوت، والفكر الجنوني اللي هو بيجي لهم ان هم طفل صغير يقدموه قربان. دي يعني حاجة يعني مش عارف واحد يقول ايه بصراحة، ومكتوب في السوشيال ميديا يقول لك احد الشيوخ، ده مش شيخ طبعا، ده احد اللي يعني او احد ايه يعني احد الجدالين طبعا، يعني ده راجل ربنا ينتقم من الناس اللي بتعمل كده، ده احد الدجالين طبعا اللي بيعملوا دوت الكلام دوت. يعني واحد مش عارف يقول ايه، لكن ندعو للرحمة للطفل الصغير دوت، وربنا يصبر اهله يا رب العالمين، وربنا يعني يغفر. يعني هو طبعا طفل صغير، فيعني الواحد مش عارف يقول ايه، لكن ربنا يرحمه ويبعد عننا الناس الغريبة ديت، والناس اللي كل همها الفلوس ونبش القبور، والموضوع بقى منتشر بشكل رهيب جدا. دي كانت نبذة مختصرة عن طفل المقبرة القرية الأمامية بمحافظة أسيوط. أشوف حضرتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.